أكد مزارع المانجو بمحافظة الإسماعيلية أن محصول هذا العام قد أصيب بخسائر كبيرة نتيجة التقلبات الجوية التي حدثت وتسببت في انخفاض المحصول بشكل كبير. أكد المزارعون أنهم يعانون من ارتفاع أسعار الأسمدة والسولار وعدم تقديم أي دعم للفلاحين في غياب دور مديرية الزراعة في الرقابة. الاسماعيليه بتشتهر بمحصول المانجا زي ما انتم عارفين، وطبعا احنا هنا بنعاني بمشاكل كتيره بسبب ارتفاع اسعار الاسمده، بارتفاع اسعار السولر زاد الضعف، السباخ والحاجات دي مستلزمات الزراعه ارتفعت مرتفعات كتيره، وطبعا احنا العوامل الجويه اثرت على المحصول زي ما انتم شايفين، المانجا ما بقى نظيفه والفلاح طبعا معدم، ما فيش حد، الدوله بتدعمش الفلاح. المانجا اللي حضرتك شايفاها دي كلها مش الموسم بتاعها الطبيعي، لان في غش حدانه في المبيدات الزراعيه بالنسبه للمبيدات الزراعيه، في ما فيش رقابه من المستطاعات من وزاره الزراعه على المحلات بتاعت الادويه. بتاعت الادويه اولا بتطلع الحمله من داخل المستحضرات المائيه بتوصل للمحل نفسه، قبل ما بتطلع من اول ما بتطلع لاول محل كان كل المحلات كلها وصلتها جميع الاخبار ان في رقابه جايه. بالنسبه للمبيدات الزراعيه احنا عاوزين رقابه على المبيدات الزراعيه. من البارز رياضيا، قرر الاتحاد الافريقي تأجيل مباراة الإياب بين الأهلي والافريقي التونسي 24 ساعة لتصبح في 7 من يونيو بدلا من 6 من يونيو المقبل. هذا يعد فريق الأهلي للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الأحد المقبل باستاد برج العرب ضمن فعاليات المرحلة 31 من منافسات مسابقة الدوري الممتاز بعد الراحة التي منحها فتح مبروك المدير الفني للاعبيه بعد الفوز على الافريقي التونسي 2-1 في ذهاب دور ال 16 مكرر لبطوله الكونفدراليه. كما يعود نادي الزمالك للتدريبات الجماعيه بملعب النادي بعد انتهاء الراحه السلبيه التي حصل عليها اللاعبون بعد العوده من رحله الكونغو الطويله استعدادا لخوض مباراه الاسيوطي بالدوري الممتاز. وأبلغ إسماعيل يوسف مدير الكرة لاعبي الفريق الدوليين باستبعادهم من معسكر المنتخب بعد إلغاء ودية بوروندي المقرر لها الخميس، حيث كان من المفترض انضمامهم للمعسكر. عالميا، توج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا للمرة العاشرة في تاريخه بعد تغلبه على لاتسيو في مباراة استمرت 120 دقيقة وانتهت بهدفين إلى هدف. أحرز أهداف المباراة ليفوندوس جورج كوليني وألكسندر ماتيدي وستيفان رادو. أصبح لنجم الكرة العالمي الأرجنتيني ليونيل ميسي تمثال في متحف مدام توسو بنيويورك مصنوع من الشمع، ووضع إلى جانب تماثيل مشاهير وزعماء في العالم، وأزيح الستار عن تمثال لاعب البارسا الذي عمل به أكثر من 20 فنانا واستغرق العمل في شعره فقط 6 أسابيع. واستخدم العديد من الفيديوهات والصور الفوتوغرافية لخروج التمثال. يذكر أن المتحف يضم أيضا العديد من التماثيل للشخصيات العالمية مثل الملاكم محمد علي كلاي ولاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز. وعلى مستوى البطولات أيضا ولكن محليا ومصريا، حصل باسم سمير أمين على بطولة أفريقيا للعبة الشطرنج المؤهلة لبطولة كأس العالم. كاميرا أنهار اليوم انتقلت لمنزل اللاعب باسم سمير ورصدت تفاصيل وقصة حياة هذا اللاعب من خلال هذا التقرير. مشهد ربما يؤهل ذلك الشاب العشريني للدخول إلى بوابة كأس العالم للشطرنج من أوسع أبوابها. جنرال الحروب الصامتة كما يلقبه البعض، استطاع أن يتربع على عرش ملوك الشطرنج ويقهر كل من هو كبير وصغير في تلك اللعبة، فكان كأس أفريقيا خير دليل. بطولة أفريقيا فردي رجال، هي بتتعمل كانت الأول كل سنتين، حاليا بقت تتعمل كل سنة، لكن السنة دي مختلفة لأنها بتبقى مؤهلة لكأس العالم. 2 فقط من البطولة بيتأهلوا، الأول والتاني بيتأهلوا لكأس العالم للرجال اللي جاي ان شاء الله في شهر سبتمبر في اذربيجان. باسم مارس اللعبه صغيرا جدا،
فحصد المزيد من البطولات وهو لا يتعدى السادسة، ونجح في أن يحصل على لقب أستاذ دولي ليصبح أصغر لاعب شطرنج عربي يحصل على هذا اللقب. كنت بطل عرب رجال 3 مرات آخرهم سنة 2013، وبطل أفريقيا الرجال 3 مرات آخرهم 2015 من يومين، وبطل البحر المتوسط للرجال 2014. كنت تالت عالم مرتين سنة 2006 تحت 18 سنة وسنة 2008 تحت 20 سنة. يتمنى باسم أن يكون بطلا للعالم في لعبة الشطرنج، لكن المهارة وحدها لا تكفي. الصعوبة اللي بتبقى في كأس العالم إن هو طريقة القرعن اللي بيبقى فيه تصنيف دولي في الشطرنج، ففي البطولة دي اللعيبة بتترتب من التصنيف من 1 ل 128 وبيبقى نظام القرعن رقم 1 بيلعب مع 128. فطبعا كل ما اللعيب تصنيفه بيعلى بيبقى فرصته كويسه ان هو بيلعب واحد اقل منه، انما اللعيبه اللي في الاخر بتلعب لعيبه ابطال العالم. فيمكن المشكله دي اللعيبة بتواجه لعيبه افريقيا عامه، ان احنا دايما بيبقى تصنيفات اللعيبه قليله. بس اعلى لاعب في مصر ومفيش مدرب في مصر يعني يتناسب معاه حاليا في تطوير مستوى الى الاعلى. فاللي هينفع في كده مدرب اجنبي من المستويات العاليه قوي في العالم. ورغم تلك الصعوبات فخريج كليه الطب لم ييأس، وقرر الاعتماد على نفسه بتلك البرامج التدريبية لمعرفة أحدث الطرق في اللعب والتدريب. تلك اللقطات هي مباراة استعراضية في ألمانيا استطاع أن يتغلب فيها باسم على 25 لاعب ولاعبة شطرنج محترفين. أما هذه فبطولة أخرى في فرنسا أذاعت صيته بين لاعبي العالم. تتوفر لدى باسم المهارة، لكنه يحتاج إلى مزيد من الدعم من أجل أن تثقل بخبرات أكثر تؤهله لأن يصبح للعالم بطلا في الشطرنج. إلى أحوال الطقس، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن توصل درجات الحرارة انخفاضها غدا الخميس بإذن الله ليسود طقس ربيعي معتدل شمالا مائل. الحرارة على القاهرة حار على الصعيد، وإلى حضرتكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الغد إن شاء الله. ختام نشرة 11 من النهار اليوم، وللتذكير بأهم ما ورد فيها من أنباء: التعاون العسكري وقضايا المنطقة والإرهاب في لقاء السيسي باوستن، تأمين القضاء أولى مهام الزند بعد أدائه اليمينة وزيرا للعدل، ودعوة أممية لحوار يمني في جنيف، والخارجية اليمنية لدينا شروط. لمتابعة هذه الأخبار وغيرها من كافة أخبارنا وكذلك برامجنا، يمكنكم زيارة موقعنا وعنوانه النهارlife.net، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والظاهرة على الشاشة، ومن بينها فيسبوك وتويتر وانستغرام ويوتيوب. إلى اللقاء.